كانت ترى الشخص على بعد مسيرة 3 أيام. كان قومها يستعينون بها لتحذرهم من الغزاة. اشتهرت بزرقة عينيها وحدة بصرها. من هي زرقاء اليمامة؟ اسمها عنز، وهي امرأة من قبيلة جديس عرفت بجمالها، حيث شبهت بالقمر ليلة البدر، وقد عاشت في اليمامة في منطقة فسيحة، وامتازت ببصرها القوي وبقدرتها على رؤية الأشياء من مسافات بعيدة جداً، ومن أجل ذلك سميت بزرقاء اليمامة. كان هناك قبيلتان كبيرتان وقويتان سكنتا في أرض اليمامة، وكانت تدور بينهما عدة حروب، وقد ساعدت زرقاء اليمامة هاتين القبيلتين في حروبهم، حيث كانت تقف على قمة جبل عالٍ وترى طريق الأعداء واتجاهاتهم، ثم تعلم قبيلتها بذلك كي يستعدوا للقتال، وفي كل مرة كانت هي السبب في انتصار قبيلتها، وتكريماً لها كان الأولاد والبنات يهتفون لها ويحيونها. قيل في قصة زرقاء اليمامة أنها حدثت في العصر الجاهلي، وقد حدد بعض المؤرخين زمن حدوثها بأنه القرن 10 قبل الهجرة. ينكر البعض قصتها من الناحية العلمية، إلا أن القصة تم تداولها على مدى التاريخ وكأنها أسطورة من الأساطير، وأن في قصة زرقاء اليمامة عبرة مهمة، وهي ضرورة سماع النصيحة التي يقدمها الآخرون ذو الخبرات السابقة. فقد حذرت اليمامة قومها في يوم من الأيام، إلا أنهم لم يصدقوها، وكانت عاقبتهم وخيمة، وقد اهتمت الكتب التاريخية أيضاً بقصتها.